العيشة غالية علينا والبطاطا غالية علينا المطيشة غالية علينا والزرع غالي علينا وتقال خلوا صية لا تنازل عن القضية اليوم الذكرى 12 لانطلاق حركة 20 فبراير التاريخية اللي انطلقت في نفس الوقت اللي كانت فيه انتفاضات كبرى في الدول العربية والمغاربية اللي بصوت واحد كلها طالبت باش تبنى الديمقراطية أولا يعني في هذه الدول العربية والمغاربية اللي حتى دولة فيها ما تبنات فيها الديمقراطية رغم النضال اللي كان ضد المستعمر. حركة 20 فبراير في المغرب رفعت المطلب ديال بناء ولا تأسيس دولة ديمقراطية والعنوان ديالها الملكية البرلمانية، يعني أنه ننتقلوا إلى دستور ديمقراطي، إلى إمكانية فصل ديال السلطات، وإلى إمكانية ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإلى استقلال ونزاهة القضاء باش كلنا نوليو مواطنين ومواطنات متساوون امام القانون وكنعمو الحريه وتنعيشو بكرامه وبلادنا فيها العداله الاجتماعيه والمناطقيه وما كتبقى حتى شي جهه مهمشه وما كيبقاوش شبابنا عرضه لقوارب الموت. اليوم 12 عام اللي دازت، ماذا وقع في 12 سنه؟ الاوضاع ديال البلاد ديالنا زادت ترديا لأن المجال الحقوق والحريات تراجع، وأكبر دليل على ذلك أنه الروح ديال حركة 20 فبراير اللي استمرت في الحراك ديال جرادة، في الحراك الشعبي ديال الريف، تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في الألتراس، تنسيقية الأطباء الممرضين، كلهم كيقولوا بغينا دولة ذات سيادة، بغينا اختيارات ديمقراطية وشعبية باش يمكن لينا نعمو بالخيرات ديال بلادنا واننا نعيشو في بلادنا بكرامة. اللي كاين هو انه اليوم ماذا تبقى من السياده ديال البلاد ديالنا؟ اش بقى من السياده ديالنا بعدما تفتحات البلاد ديالنا على 56 اتفاقيه تبادل حر كلها ماشي في مصلحه المغرب، بعد ما دوزنا 20 عام وحنا كنجريو وراء محاوله جلب المستثمرين الاجانب لي زيديو وتيجيو هنا كيديو الفضل وراس المال وكيخدمونا حنا بحال العبيد ديالهم. اليوم ما كاين حتى شي حاجه اللي تدارت لصالح هذا الشعب، لصالح البناء الديمقراطي، لصالح تحقيق العداله الاجتماعيه والمناطقيه. واليوم تيحاولوا يبيعوا لنا الوهم ديال الدوله الاجتماعيه. اي دوله بغات تكون اجتماعيه اولا خصها تكون ديمقراطيه، خصها تكون كتحترم الناس، خصها يكون فيها القضاء مستقل ونزيه، ويكون فيها تكافؤ الفرص، والتعليم يكون عمومي وبالمجان، ويكون الاستثمار ديال الدولة فيه استثمارا استراتيجيا، والصحة تكون ذات جودة عالية ومتاحة للجميع. واش خباركم اش كيدار اليوم؟ كيبيعوا لنا الوهم ديال الدولة الاجتماعية والحماية الاجتماعية في الوقت اللي كيقوموا بتسليع الصحة. اليوم غادي تخلق 12 ديال المجموعات الترابية الصحية، وغادي يحلوا لي سي اش يو، وغادي يعطيو الخواص يبداو يقزرو فينا. الصحه ما غتبقاش للجميع، ولو انهم كيقولوا لنا راه 11 مليون ديال الغاميديس دخلوا لامو، 11 مليون ديال الحرفيين دخلوا، والاخرين اللي ما دخلوش ما غندخلوهم، يدخلوهم اللي عنده شي فلوس غدا يضرب على جيبو غادي يمكن ليه يوصل الصحه، واللي ما عندوش ما يمكنش، واللي عايش شي منطقه اللي هي نائيه ما غيوصل حتى لشي حاجه. نفس الشيء بالنسبه للتعليم، اللي عرف 70,000 شبه اصلاح، واليوم التعليم هبط للحضيض كيف كيقول الكتاب ديال ألان دونو، باش يبنيو نظام تفاهة باش يفقروا فكريا وفي الجيب الانسان المغربي، باش يضربوا امكانيه تكافؤ الفرص. المدرسه اللي كانت السلم الاجتماعي اللي حنا دخلنا المدرسه العموميه وقرينا فيها وتكون فيها الاستاذ والطبيب والمحامي والممرض وغيره وغيره وغيره، اليوم ما بقاتش هذه المدرسه تقدر تعطي فرصه لابناء الفقراء اللي هما كيشكلوا يعني الفئه الواسعه الفلاحه. 85% ديال الفلاحات المغاربه هم فلاحه صغار، عندهم قل من 5 ديال الكتارات، عندهم قل من 5 ديال الكتارات، ما خداو لا مازوت احمر،
ما خداو لا اسمده ولا ملحه ولا حتى شي حاجه. اليوم كيقولوا واخا تصب الشتا ما غنحرتوش، باش غنحرتو؟ شكون اللي غادي يعاوننا؟ والدوله كتعاون الفلاحه اللي هما كيصدروا، راه ما كيصدروش لافوكا والدلاح والليمون والمندارين وماطيشه، راه كيصدروا الماء، الماء اللي هو ثروه كبيره وما بقاش كاين في البلاد. فينا هي السياسه والتدبير ديال الماء والكهرباء؟ حنايا كان عندنا المكتب الوطني للماء والكهرباء، يعني جمعوهم باش يديروا خوصصه سهله، واليوم غيديروا وكالات جهويه متعدده التخصصات. الممشى لانه غادي هذيك الوكالات تكلف به. الكهرباء كذلك غادي تاخذوا هاد الوكالات وغادي يبداو هما في اطار المنافسه، غادي يطلع الثمن ديال الضوء للسماء وغادي تشوفوا هاد الشيء راه جاي. اذا فين هي هاد الوهم؟ حنا كينعسونا بالدوله الاجتماعيه وهما تيضربوا في كل شيء. الكلام على الديمقراطيه ما بقاش، وانه الحكومات ضعيفه وانها ما تنفهمش. انا واش ما واعيينش؟ كاين اللي منخرط عن وعي، ولكن 85% ديال المصوتين كيهزوا صباعهم باش يدوزوا القوانين اللي غادي ترهن مستقبل ديال البلاد وديال اجيال مقبله. لا مدرسه بقات، لا صحه بقات، الطاقه سدوا لا سمير، داروا تحرير الاسعار وخلاو 18 عائله كتحكم فينا وعلى راسها 4 العائلات كيديروا اتفاقات بيناتهم، اتفاقات اللي كتكون بين راه كيعاقب عليها القانون. ما يمكنش هما يربحوا 45 مليار ديال الدرهم والمغاربه يتكواو بالعافيه ديال الاسعار ديال كل شيء. دابا المغربي اللي كان باغي الديمقراطيه وباغي يعني الجهات تنهض وهذا ولا تيقلب على الخبز، تيقلب على شحال الخضره كل صباح. واش هاد الناس هادو ما عندهمش ضمير؟ واش هاد الناس غابت فيهم الوطنيه؟ فينا هي الوطنيه اللي كتجعل اي مسؤول واخا سياده البلاد باعوها واخا يفرضوا عليك كدير وتقيس؟ الا كنتي تضعيف وضعفتي البلاد و60 عام باش نبنيو البلاد، ما بنيناهاش وخلينا البراني هو اللي كيستافد في البلاد ديالنا. كيف يعقل ولادنا ما بقاوش يقراو، ما بقينا نلقاو في الصحه ديالهم، ما بقاش الامكانيه ديال العيش الكريم توصل ليه الحد الادنى، واليوم غادي في التسليع في التسليع في التسليع وحنا كنتفرجوا. اليوم هذه وقفه خصها تكون سياسيه بامتياز، لان الخلل السياسي ماشي في البطاطا، البطاطا لا غلات حيت هذوك خياتي دايرين الاحتكار وخدامين على الريع والنظام الباتريمونيالي اللي غنى. هذوك خياتي علاشهم بوحدهم هزوا السلاح ضد فرانسيس باش تعطيهم الماء وتعطيهم الارض وتعطيهم كل شيء؟ واش ماشي معقول اللي كنعيشوا في هذه البلاد السعيده اللي فيها خيرتها؟ واكبر الخيرات هو الانسان المغربي اللي اليوم راه في لانازا وراه في اكبر المختبرات العالميه اللي انا طج من هذه البلاد. الاطباء مشاو، حتى واحد ما كيتحترم في هذه البلاد، كل شيء مشى، المهندسين مشاو، الدراري اللي خصنا نفتحوا امامهم الافق كيركبوا في الباتيرات راه كل نهار، ها الدراري التادله، ها الدراري ديال ازمور كيموتوا. واش هاد الناس ما عندهم ضمير؟ واش هاد الحكومه ما قادريش؟ شنو ما معنى الحكومه؟ هي ان تكون عندك مؤسسات قويه لخدمه الشعب، ماشي تخدم جيبك ولادك. حنا راه عينا من هاد الشيء، يعني الروح د 20 فبراير بغا ولا كرهوا راه باقا مستمره، استمرت في جراده واستمرت في الحراك الشعبي ديال الريف واستمرت عبر كل الشرفاء اللي كيتجرؤوا وكيقولوا ما تاخذوش الاراضي للناس وكيفتحوا الفساد وكيفتحوا التلاعب بالاموال العموميه. ولهذا اليوم هذه وقفه اللي هي رمزيه كتبقى. علاش؟ لانه المغاربه قهروهم بالخوف والتخويف والقهر، وكل المناضلين متابعين كل نهار، يعني كيصيفطوا ليهم اوريقه دوز نسمعوا ليك دوز فين ما كاين شي واحد مفلس كيسمع للشرفاء اللي هما باغيين البلاد تزيد القدام باش يخلعوا الناس باش كلشي يتراجع باش غدا الوقفه 20 فبراير يكون فيها 20 واحد ولا ما يكونوش باش يخلعوا كيقولوا هادو خياتي راهم غادي للتقاعد غدا ما غيبقى يبان فيهم حتى شي حاجه. ولكن هما نساو بان هاد الشباب راه حتى هو وعي، وهذا الشيء هو الامل انه كاين وعي كبير وانه المسيره ديال التغيير الديمقراطي الشامل غادي تستمر، والمسيره ديال الحريه غادي تستمر، والمسيره ديال الكرامه غادي تستمر، والمسيره ديال العداله الاجتماعيه غادي تستمر، والمسيره ديال بناء المغرب الديمقراطي ودوله الحق والقانون غادي تستمر، لاننا ما كنقبلوش باقل من الديمقراطيه وباقل من التوزيع العادل للثروه ومن اقل بانه المغاربه في اي جهه كانوا يرفعوا راسهم ويعيشوا بكرامه في بلادهم. حتى واحد ما كان لينا هنا ولا حنايا جالسين ليه في الارض ديالو. وشكرا.